ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الأستاذ أحمد صلاح سلمان، صحفي بجريدة المشهد. بنرحب بحضرتك أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك استاذه مروه، وبعتذر على التاخير طبعا الطريق. تمام. طبعا حضرتك يعني اولا منورنا في برنامج يوم في الخير. ثانيا حضرتك، احنا دلوقتي كان في استغاثه لمدام ايمان سعد، يعني لو حضرتك حابب انك ممكن تعقب لنا على الاستغاثه دي، يعني بما ان حضرتك شاهدت الواقع بنفسك. تمام. هي المدام ايمان من البدرشين، فزي ما قالت يعني ان هي اشترت ارض، والارض دي جت في نطاق كوبري الدائري الاوسطي. فبعد ما اشترت الارض اكتشفت ان الارض دي ملك دوله، وهي بنت عليها البيت، فتم ازاله البيت وجت تطلب تعويض زي الناس، طلع ملهاش تعويض عشان يعني الارض وضع يد، اللي باعها لها بقى وضع يد. فانا هي طبعا بتناشد المسؤولين، وانا برضو كمان بقول يعني لو في حد هيتحاسب المفروض اللي باع لها ارض مكتوبه في العقد ان هي وضع يد كمان هو يتحاسب، او يشيل معاها لو هي مثلا في خسائر يتحمل معاها هذه الخسائر. وطبعا يعني ارجو ان المسؤولين ينظروا لها بعين الرحمه، خاصه ان هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، ورئيس الجمهوريه بيوصي على ذوي الاحتياجات ذوي الخاصه. الاحتياجات الخاصه طبعا. طبعا. طيب يعني انا كنت لسه يعني بنتحدث دلوقتي مع الاستاذ محمد عن دور يعني حضرته مثلا كعايزين توعيه للمجتمع مثلا في الشؤون القانونيه. حابه ان انا اسال حضرتك يا استاذ احمد عن دور الصحافه في تنميه المجتمع. لا، دور الصحافه كبير جدا في تنميه المجتمع طبعا. هو في الفتره الاخيره مش ظاهر، لان في ناس كتير ظهرت اصلا مش صحفيين وبيدعوا ان هم صحفيين، وفي مواقع الكترونيه كثيره جدا طلعت كده تحت مسمى صحف، ولكن للاسف دور الصحافه في تنميه المجتمع موجود ولكن مش ظاهر زي الاول. الاول كان مثلا من 10 سنين ولا حاجه كان هم حوالي 10 15 جريده في مصر بمواقعهم فقط لا غير، فدلوقتي الدنيا بقت صعبه جدا. طيب يعني مثلا احنا ممكن يعني نسال حضرتك، هل يعني احنا عارفين ان في دلوقتي مواقع تواصل كتير جدا، يعني هل كثره انتشار المواقع الالكترونيه مثلا والاخباريه وكده، هل كثره الانتشار ده جاء بالسلب ام بالايجاب؟ بالتاكيد جاء بالسلب، لان يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن حد بمبلغ بسيط جدا يعمل موقع الكتروني، او من غير مبالغ يصمم موقع الكتروني ويسميه جريده وناس تكتب فيه ويبقى اسمهم صحفيين من غير اي قوانين ولا اي شيء. يعني لا يوجد مثلا قانون، يعني احنا بنسمع فعلا بالفعل شائعات كتير جدا، فهل يعني في قانون مفعل؟ يعني احنا يعني عارفين ان اكيد في قوانين كتير جدا، بس هل بقى في قانون مفعل انه مثلا بيلزم الموقع اللي هو بينشر مثلا اخبار كاذبه يعني بالرد عليه مثلا، او الردع يعني حتى لا يتم هذا مره اخرى؟ وللاسف الشديد القانون موجود ولكن غير مفعل. ما ده غير فعلا مفعل، يعني ممكن حد ينشر الشائعه، والمفروض ان احنا نعرفه ان الشائعه بتتحارب. يعني انا درست في كليه اعلام ان كيف نحارب الشائعه، نحاربها بالحقيقه او بالمواجهه او بالعقاب. حد نشر شائعه وهو مش صحفي مثلا يتعاقب، لو صحفي ونشر معلومه غير مؤكده يعتذر في نفس المكان اللي نشر فيه عن الخبر اللي هو الغير صحيح اللي اصبح شائعه. تمام. طيب يعني هل الصحافة النهاردة برضو يا أستاذ أحمد، يعني خلينا نتكلم بقى بصراحة شديدة، هل الصحافة الموجودة على الأرض الحالية فعلا يعني بتقدم مثلا الخير أو بتأثر في المجتمع بشكل إيجابي؟ طبعا. أنا أحكي لحضرتك يعني آخر موقف أتذكره في مشاركة يعني الصحافة قامت بيه بالخير، وكان تمام. يا ريت كان العبد لله يعني ايه طرف فيه. يعني احنا بصراحة هنا في برنامج يوم في الخير دايما بنحب ان احنا المواقف، احنا عارفين ان في سلبيات تمام، بس دايما بنحب ان احنا برضو نذكر الحاجات الإيجابية بحيث ان هي تبقى تحفيز وقدوة. يعني صحيح. وانا جاي في الطريق افتكرت الموقف ده، وبما انه برنامج يوم في الخير مع حضرتك يعني فتذكرت كان في شاب اسمه علي، هو شهير اللص التائب. هو يعني قطع ايديه تحت عجلات القطار وايديه الاثنين. المهم كنت بعمل معاه، كان كل الصحف والقنوات بتتصارع ان هي تعمل معاه تجري معاه حوارات او لقاءات، فكنت من ضمنهم. وبفضل الله لما كتبت عنه الموضوع انا الوحيد اللي كتبت في الفقره الاخيره ان هو بيطالب بعمره عشان يطهر نفسه من الذنوب ومفيش امكانيات.
ففي احد القراء قرأ الخبر وعرض ووصلتهم ببعض، وبفضل الله علي طلع العمرة هو ووالدته كمان على نفقة فاعلين الخدمة. فده دور الصحافة في الخير يعني، موجود الحمد لله. طبعا طبعا وفي كتير يعني، وفي ناس زملاء كتير جدا بيعملوا ده، والحمد لله الدور ده موجود يعني. طبعا طبعا، ويعني احنا نتمنى ان طبعا يكون كل المجتمع كده. طب يا استاذ احمد، برضو النهارده عايزين نسال حضرتك عن الرساله اللي حضرتك تحب ان انت توجهها في برنامج يوم في الخير، يعني رساله حضرتك سواء بقى للمجتمع، للشباب، لاصدقائك من نفس المهنه يعني. تمام. يعني عايز لو في نفس المهنة لزملائي، عايز أقول إن إحنا نفرق ما بين النقد والهجوم. طبعا اللي بينتقد بيكون لصالح بلده، أما بنتقد مسؤول مثلا أثر في دوره فده بنتقد لصالح البلد. أما الهجوم ده حد بيحارب البلد، أنا بهاجم على طول الخط، أنا بهاجم أي حد في مسؤولية أنا بهاجمه من غير سبب، ده اسمه هجوم وده أنا بضر ببلدي. أما النقد فبيكون لصالح البلد، لأني عايز بلدي تتقدم للامام، وبكون انا شريك في هذا التقدم بنقدي للمسؤول اذا اخطا، وطبعا نشكره اذا احسن. تمام تمام. طيب يعني برضو حضرتك يعني ممكن تكلمنا عن حاجه بتامل يعني او بتطمح ان هي تحصل في الفتره القريبه؟ انا بتمنى يعني حلم او امنيه عند حضرتك تحب ان تشوف بقى حضرتك فيها او المجتمع فيها يعني. بتمنى ان قانون الصحفيين يفعل، او قانون الاعلام بصفه عامه يفعل، واللي يغلط يتحاسب ويتعاقب بالقانون اللي هو اقره مجلس النواب في السنه الاخيره دي. ده لو حصل احنا هنصبح حاجه تانية، ومش هنشوف الشائعات اللي احنا بنشوفها كل يوم والتاني. انا كنت عامل تقرير في جريدة المشهد عن 50 شائعة في شهر واحد، يعني طبعا اتهامات لوزراء وتوقيع ما بين الحكومة والشعب. هو في سلبيات، بس طبعا اللي كان بيتنشر من شائعات كان حاجات اوفر شوية، والناس طبعا في ظل الاحتقان اللي موجود كانت بتصدق وتنشر وتشارك. فأنا بخاطب، بتمنى يعني ان يتم تفعيل قانون الاعلام، وكمان بخاطب المواطن او القارئ ان هو مش اي حاجه يشوفها يصدقها، ما يسيرش ورا الشائع. تمام. انا يعني في النهايه طبعا بشكر حضرتك استاذ